من الطبيعي أن تخشى الأنظمة والحكومات في جميع أنحاء العالم من الصحافة ومن النشر الذي يقوم به الكادر الصحفي الذي يفضح الممارسات، سواء في الفساد السياسي أو الاقتصادي أو الارتباطات أو الملفات المخفية الغير يعني مكشوف عنها. لذلك تلجأ الحكومات في كثير من الدول إلى إصدار أحكام قاسية ضد الصحفيين، وهناك إجراءات جديدة حتى في دول غربية تحد من حرية الصحافة، كما جرى مؤخرا في فرنسا حيث تم إصدار قرار بمنع تصوير الشرطة عندما يقوموا بواجبهم المهني، يعني عندما يكونوا في الشوارع خلال التظاهرات ممنوع تصوير الصحفيين وهن ممنوع الشرطة وهن عم يمارسوا عملهم. في تركيا وإيران وتحديدا في إيران هناك يعني قمع واضح وظاهر لحرية الإعلام لكتم صوتهم وللتغطية على كل ما تقوم به هذه الأنظمة داخل دولها. ولكن المؤسف له أن منظمة مراسلون بلا حدود غيبت تماما الإجرام الوحشي للكيان الصهيوني ضد الصحفيين في فلسطين. عندنا 112 شهيد هذا العام فقط صحيح، نعم ل 2020 من الصحفيين، بينهم 101 في قطاع غزة خلال 3 أشهر من المعارك التي تجري هناك منذ 7 أكتوبر. منظمة مراسلون بلا حدود لم تأتي على ذكرهم، وأنا أعتقد السبب خلال برأيك تجربتي أستاذ علي؟ أنا من خلال تجربتي وتعاملي معهم، خاصة عندما كان روبير مينار هو سكرتير عام منظمة مراسلون بلا حدود، أن يعني بيمرقوا أخبار لها علاقة يعني بجهات تساعد في تمويل منظمة مراسلون بلا حدود. أنا لا أتهم المنظمة، وإنما أتهم هناك توجهات معينة. ووقتها كان في نقاش معه حول يعني استهداف الصين، هيدي عام 2006 عندما تبنوا موضوع الدالاي لاما والتيبت، ومع العلم أنه موضوع الدالاي لاما والتيبت ما له علاقة بحرية الصحافة وإنما هو موضوع سياسي بحت، نعم ورفضوا التدخل في قضايا سياسية أخرى في المشرق العربي. نعم أستاذ علي، إذا ما نظرنا أو عدنا إلى إيران وتركيا، وبحسب التقرير يعني كم كبير صراحة من المعتقلين، انتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين، هل هذا دليل على وجود ربما لنقل تجاوزات وانتهاكات بحق تمارسها السلطة الحاكمة طبعا بحق الشعب؟ بالتأكيد هو دائما يتم استهداف الصحفيين للتغطية على كل الأخطاء والممارسات الغلط التي تجري في هذه الدولة أو تلك الدولة. وفي تركيا وتحديدا في إيران من المعروف أن النظام القمعي يمارس يعني استهداف مكونات متعددة مما تتشكل منها إيران تحديدا، يعني ما يسمى الأقليات الأخرى سواء البلوش أو الأكراد أو العرب في الأحواز. ومن هون تقوم هذه السلطات بإصدار أحكام قاسية جدا على الصحفيين ليكونوا مثل ما بنقول بالعربي عبرة لمن اعتبر، يعني حتى تخوف بهم الآخرين. وفي تركيا أيضا ضمن سياسة النظام القائم في تركيا يمارس نفس السياسة، ومننسى أنه مؤخرا صدر حكم على 2 من الإعلاميين السوريين بإحدى صحيح. الفضائيات تم تهريبهم يعني هروبهم خارج تركيا بعد إصدار حكم لسبب كتير واهب وكتير ضعيف. يعني نعم، حضرتك موجود بباريس بفرنسا، أريد أن أسأل عن كيف تنظر الدول الغربية الأوروبية المجاورة لتركيا وإيران إلى هذه الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين، وأيضا أريد أن نتحدث عن دور المنظمات الدولية والحقوقية لكشف هذه الحقائق، أهمية دورها.
يعني الدول الغربية من المعروف أنها تتعامل مع أي وقائع ومع أي أحداث ضمن منظورها السياسي وضمن مصالحها الاستراتيجية، يعني لا تنظر للأمر بموضوع يعني الشفافية وموضوع المصداقية فقط، معروف أن هذه تخضع لعوامل المصالح أستاذ علي، الاستراتيجية. عفوا بس فقط أنا سألت السؤال، أن أنت تعرف لطالما تركيا كانت تحاول الانضمام إلى التحالف التكتل الأوروبي، ولطالما كانت التقارير التي تنشر التقارير الحقوقية عن إساءة استعمال السلطة هذا الحق. تفضل. صحيح صحيح، من المعروف هيدي انه تركيا من اكثر من ربع قرن تحاول الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي يرفض انضمام تركيا لاسباب متعدده، منها يعني الاسباب اللي تتعلق بالحريات العامه والحريه الصحفيه، ولكني انا اعتقد ايضا ان هناك دوافع اخرى لها علاقه بالثقه الاسلامي اذا ما انضمت الى الاتحاد الاوروبي. لذلك الاتحاد الاوروبي سن قوانين وتشريعات معينة تخص تركيا، مثل تسهيلات العمالة وتسهيلات التبادل التجاري بدل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لأن إذا انضمت هي تصير الدولة الثانية بعد ألمانيا في القوة الاقتصادية صحيح. والبشرية، وبصير عندها عدد نواب في البرلمان الأوروبي بعد ألمانيا مباشرة. طيب، دور المنظمات الحقوقية بكشف هذه الحقائق؟ للأسف الدور المنظمات الحقوقية يبقى محدود ودون تأثير ودون فعالية أيضا، لأنه يعني بالنهاية يخضع لتوجهات دولية، يعني سواء مباشرة عبر الأمم المتحدة اللي هيدي المنظمات الدولية تابعة بشكل أو بآخر للأمم المتحدة، وكلنا نعرف أنه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا اضطر أن يعلن عن استيائه بشكل واضح مما يجري في قطاع غزة وعدم التدخل الدولي لوقف الحرب ووقف إطلاق النار. إذا هذه المنظمات الدولية أيضا تخضع للحسابات السياسية، ومن يقف وراء هذه الحسابات السياسية من الدول الكبرى والدول العظمى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر لهذه المداخلة وكل هذه المعلومات والإيضاحات من باريس. علي المرهبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب، صادرة من باريس. شكرا جزيلا.